فزي ما انتم شايفين احنا في عندنا strategy analysis، يعني I want to analyze my strategy، احلل احلل احلل. Then you need to make a choice between alternative decision. يعني انا بدك تجيب الشركة تحللها بيئتها الداخلية والخارجية، وتستخدم كل الادوات اللي كنا نحكي عنهم قبل شوي. وكل ما حكينا كل ما استخدمنا ادوات اكثر هو افضل. ليه؟ لانه الصورة بتصير واضحة عندي، وبصير عندي هذا هو اللي بنسميه التحليل، الاناليسس. كل ما حللت واستخدمت ادوات اكثر، انت حللت وعرفت الوضع تبع هاي المؤسسة. Then you will have to make a choice. بدك تختار استراتيجية. When I say بدك تختار، معناته بكون عندي أكثر من بديل. You will not be able to make a strategic choice unless you have alternative strategies. يعني آخذ استراتيجية الـ product development ولا market development ولا divestment ولا فهمت علي؟ فبتكون عندك هدول الخيارات. هلا هاي الخيارات ما بتيجي يا علي إلا إذا أنا كنت عامل تحليل ومستخدم كتير أدوات. هلا كل الأدوات اللي حكينا عنهم أنتم بتقدروا تستخدموهم بذكاء. طب بقدر أنا أخترع أداة للتحليل من عندي؟ آه بتقدر. هلا رح نشوف كيف بالمحاضرات الفيس تو فيس رح نفرجيكم، بس بشكل عام هذا اليوم هلا اللي بحكي فيه، you will not be able to make a strategic choice، تاخذ قرار استراتيجي الا اذا كان عندك بدائل. You will not be able to have alternatives، بدائل، unless you make analysis. You will not be able to make analysis unless you use the tools. وكل ما استخدمت ادوات اكثر صار عندك الصوره واضحه اكثر، وصار عندك البدائل واضحه اكثر. بشكل عام زي ما عم نحكي، زي ما انتم شايفين في عندي كتير ادوات زي هاي، زي انتم شايفين هون سوات، سبيس، بي سي جي، اي اي، جراند، كيو اس بي ام، كتير ادوات. عشان هيك احنا بدنا نمشي بهذا الفيديو هيك بسرعه. زي ما انتم شايف the process of generating and selecting a strategy. So the process, it's a process, an ongoing process to generate and select. يكون عندي خيارات alternative strategy and you make a choice. تختار. فال most attractive alternative strategy must be developed. So the most attractive, الأفضل خيارات بدائل لازم تجيبهم. فبدأ يكون في عندي advantages و disadvantages و trade-offs، هاي قبل هاي، لا هاي بعد هاي، وهيك. فبدي أمشي عليهم هيك بسرعة. هذا هون زي ما أنتم شايفين بالسلايد. فبدأ يكون أنا عندي هون the strategy formulation analytical framework. فهذا الفريمورك اللي بدنا نمشي فيه. ففي عندي إطار عمل زي ما انت كاتب، ضمن اطار محدد عشان نصيغ الخطه الاستراتيجيه باستخدام الادوات زي ما حكينا قبل شوي. فاذا انتم شايفين هذا الاطار العمل بتكون عباره عن ثلاث مراحل. فالمرحله الاولى اللي هو الانبوت ستيج. سو ان انبوت ستيج انت بتجيب كل البيانات اللي احنا انتم لحد هلا كلكم شغالين على انبوت ستيج، بتحلل البيئة الداخلية. وزي ما انتم شايفين الأدوات التحليل في الانبوت ستيج اللي هم الاكسترنال فاكتور ايفالويشن ماتريكس، سوري، والانترنال فاكتور ايفالويشن ماتريكس والسي بي ام اللي حكينا عنه. اوكي، وانس يو هاف اول ذيز اناليتيكال انبوتس، صار عندي انا معلومات عن الشركة انترنالي واكسترنالي والكومبتيتيف، عوامل البيئة والداخلية والمنافسين. فكروا فيها، أنا كشركة ضروري أعرف مين منافسيني وعوامل البيئة، عوامل الداخلية والخارجية. Once you know your internal and external and your competitive forces,
then you can go to stage number two اللي هي الماتشنج ستيج. كيف اعمل to match وضعي الحالي مع which strategy is suitable for me. In order to do that, وهي اخطر مرحلة, you also have كمان ادوات, you also have analytical tools to make sure in those you are going to make a good match. انه انا وضعي كشركة بنفع يكون مع خطة الاستراتيجية مثلا product development او market development او whatever. عشان هيك إذا بتنتبهوا في عنا في SWOT matrix, في space matrix your strategic position, في Boston Consulting Group هاي ضرورية BCG, والinternal external matrix والgrand strategy. Once you do these analytical tools, طبعا you can use the Excel file, you can make decision. تروح على decision stage. The decision stage, you only have one tool, you were the quantitative strategic planning matrix, the QSPM. فعشان نلخص الفكرة يكون الكل عارف, بالنهاية you need to make the right, you need to make a decision about which strategy you are going to use the QSPM. In order to do QSPM وتختار the most الاستراتيجية الأفضل والمناسبة إليك, لازم تمرق في مرحلة الماتشنج ستيج to match your case, حالتك, البزنس اللي انت بتشتغل عليه بالوضع القائم. ففي عنا كل هدول الأدوات وطبعا الانبوت ستيج. بتمنى يكون هيك الشغلة وضحت عشان نعمل التفصيل لقدام. اوكي, يعطيكم العافية. الله يعافيك. اوكي.